الله على الشتاء والأجواء الشتوية، متواجدين اليوم في فعالية حول الحطب بالدرعية، تم تنظيمها من هيئة فنون الطهي بالتعاون مع وزارة الرياضة، تتضمن المأكولات الشعبية والقهوة السعودية والموسيقى وسط أجواء تراثية. خلونا نشوف أكثر. حنا نسوي كليتة يما، وأنا لي 25 سنة بالكليتة. من أول حنا الأولين نسميها الحلا، وهو مثل هالتالين هو حلانا. لا راحت العروس كلجنا كراتي وروحنا مع العروس، هذا حلانا. اليوم طبعا هذا عبارة عن أكلات تاريخية لها أكثر من 100 سنة، مثل الجمري، مثل المصلية، مثل الصاجة. طبعا هذه أكلات أول حنا نأكلها أيام البدو والبر، وهذا ولحد الحين إحنا نأكلها نطبخها. إحنا هنا عندنا مطبق على الحجاز، مطبق أهل الطائف، مطبق باللحم والبيض والخضار، يعجبكم إن شاء الله. أنا سعيد أولاً أن متواجد في مهرجان الدرعية، تمام؟ الحمد لله، الله يطول بعمر القيادة. بدل ما كان حلمنا أن نحن نوصل إيش موروثنا الثقافي، الآن أصبح الأجانب عندنا بيجون ويعرفوا إيش عندنا، سعادة لا توصف. شرفتنا هيئة فنون الطهي نكون هنا طاقم سعودي 100% حتى نقدم الموروث الشعبي والهوية الوطنية للمملكة العربية السعودية بالأطباق الشعبية. المشاركة كانت جميلة جدا ورائعة، عززت من ثقة الشيف السعودي في هذا المكان، جعلتنا هيئة فنون الطهي في أقوى المحافل في موسم الدرعية الجميل هذا الرائع، حتى نخدم الضيوف الكبار هنا من جميع أنحاء المملكة والزوار. والله بصراحة مهرجان جدا انبهرنا فيه، وجميل جدا، وكل يوم يحلب أكثر بأكثر. المكان جميل جدا، الحضور ما شاء الله متفاعل جميل، بنقدم اللون المصري، اللون العراقي، اللون الخليجي السعودي. يعني وش أقول وش أخلي بصراحة، يعني تنظيم ترتيب بأدق التفاصيل، كل شيء، وأجواء شتوية يحبها قلبكم صراحة.